بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد على جزيل نعمائك وعلى مزيد إحسانك، فأنت جل جلالك يا الله بالإحسان موصوف وبالبر معروف، تجود على خير ما يكون الجود، وتعطي على خير ما يكون العطاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين وعلى سيدهم وإمامهم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه الطيبين. مشاهدينا الكرام، كنا تحدثنا في الدرس 17 عن الرحمة في القبر، وأشرت في بدايته إلى أنني سأتناول التعوذ من القبر وفتنته، لكن الوقت لم يسمح لنا أن نتناول الجزء الآخر وهو التعوذ من فتنة القبر وعذابه، وهذا الذي سأخصص له الدرس الحالي إن شاء الله تعالى، وهو الدرس 18. مشاهدي الكرام، تحدثنا في الدرس السابق عن رحمة الله تعالى بعباده في القبر، والعلماء يقولون إن رحمة الله تعالى بالمسلمين في قبورهم هي أوسع الرحمات، ما شاهدوا رحمة أوسع من هذا، ما دام القبر أيها السادة هو أول مراحل الآخرة وأول منازلها، فقد دخلنا في الرحمات 99 التي جعلها الله تعالى لعباده، والله أعلم. القبر عند المسلمين في الثقافة الإسلامية بيت الرحمة، بيت العدل، بيت القضاء، بيت النور، بيت الفسحة، بيت الأمل، بيت كأنه الجنة أو الجنة كأنها بيت، هذا الذي اتفق عليه أهل العلم. لا يستشعر المسلم في القبر وخزا ولا نصبا ولا تعبا ولا وصبا، ممتاز. أما الكافر فإن القبر من بدايته بالنسبة له عذاب شديد، وهذا الذي سأذكره لك في هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد، يعني المسلم أو غير المسلم، أي حد يموت يعني، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، فقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. الله أكبر.
قال قتادة رحمه الله: وذكر لنا أنه يفسح له في قبر 40 ذراعا، وقال مسلم: 70 ذراعا، ويملأ عليه خضرا، يعني جنة، يعني إلى يوم يبعثون. وفي باقي الحديث معشر السادة الكرام: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دري، لا دريت، يعني سلمكم الله تعالى، لا دريت ولا تلوت، تلوت يعني لم تتلو من القرآن شيئا، يا الله، لا دريت ولا تليت أو ولا تلوت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. الحديث ورد في الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني لا خلاف على صحة، يعني القبر بيت رحمة للمؤمن، واضح جدا، يعني واضح واضح واضح، وبيت عذاب ودود وعطش، وعطش وعطش للكافر والعاصي. وعندنا أحاديث أخرى كثيرة بتفصل لنا ما يجري على الميت في قبر، وكيف يستقبل في قبر سلمكم الله تعالى. ومعنى حديث للترمذي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة، الحديث هنزود فيه ما زيد فيه، إن الميت بعد أن ينجو ويتسأل ويجاوب ويفرح بالإجابة، يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ده رواية الترمذي. ثم ينور له فيه، القبر يتنور كل نور على نور، ثم يقال له: نم، استريح بقى، خد راحتك، أنت الآن في نعيم. فيقول: استأذن، ائذنوا لي، ائذنوا لي أن أرجع إلى أهلي فأخبره أن الله تعالى غفر لي، أو كذلك. فيقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا وذكر باقي الحديث وأنه يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. عندنا بصراحة أحاديث كثيرة بتصف هذه الأمور التي ذكرتها لك الآن. طبعا هنتكلم بعد ذلك عن جنة المأوى، اللي هي بقى الروح هتروح فين. أصبحنا الآن الميت خد بشرى، نجح، خد بطاقة تأهل، بطاقة تأهل، نجح ونجح. الروح بقى تروح ترجع للملأ الأعلى وتترك الجسد فترة، وبعدين ترجع له، وفي تعلق بين الروح والجسد عند الزيارات وكذا وكذا إلى آخر. لكن هنعرف بعد كده هذه الروح هتستقر في حاجة اسمها جنة المأوى، هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. جنة المأوى بخلاف جنة الخلد، وسأتكلم عنها بفضل الله تعالى. طب إذا كان القبر عند المؤمن روحا وريحان
ومقعد في الجنة ورب راض غير غضبان. فلماذا نتعوز من عذاب القبر؟ ليه؟ أولا لمجموعة أسباب، منها أنك لا تدري بما يختم لك. لا تدري بما يختم لك، بمعنى إيه؟ ممكن الإنسان يفتن في آخر لحظة. ولذا يقول الملك: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنت محتاج تثبت، أنت محتاج تثبت، ممتاز. وإذا لم تثبت تجري عليك فتنة القبر. ولذا كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وخرج أبو داود رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهوا إلى قبر فجلس رسول الله وجلسنا حوله وقال: انظروا يا سادة يا كرام، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ليه يا رسول الله؟ ليه استعيذ؟ ليه؟ كما قلت لك، لأنك لا تدري بما يختم على عملك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع قرع أو خلق نعالهم، يعني المشيعين، إذا ولوا مدبرين، يعني المشيعين، حين يقال له: من ربك وما دينك وما نبيك إلى آخر الحديث. والمسلم بيقال له بعد هذه الأسئلة، ينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويفسح له مد البصر. يبقى الاستعاذة هنا معناها أن الإنسان بيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقى على الحالة الصحيحة التي لا يفتن فيها في قبره ولا يعذب فيها في قبر، ولا يكون القبر باب عذاب. ذكروا سلمكم الله تعالى وأحبكم أنه كان هناك أمير في القسطنطينية في بلاد الأتراك، وكان ظالما لنفسه، فلما مات هذا الأمير الظالم المستبد وجهزوه للدفن وأتوا به إلى قبره، فوجدوا حية كبيرة سوداء فاغرة فاها تخرج من القبر وتقف عند بابه، ففزع الناس وانتابهم الخوف والقلق، فذهبوا وفتحوا له قبرا آخر، فإذا نفس الحية تنتظر. يقول القرطبي وغيره: ففتحوا له 30 مقبرة، وفي كل واحدة منها يجدون هذه الحية تنتظر تنتظر تنتظر، هذه الحية عمله. فماذا يفعلون؟ فألقوا به داخل القبر وأغلقوا عليه والحية معه. إذن
عرفنا من عمله مصيره، ممتاز، وعرفنا مصيره من عمله. الله أكبر. وقد جرى هذا على رجل كان يعمل بالربا، كان يعمل بالربا ولم يكن يصلي، فذهب الناس إلى دفنه، فكلما فتحوا له مقبرة تخرج منها أفاعي وكذا وكذا وحيات شديدة، فظل الناس من الظهر إلى الساعة 8 ليلا يفتحون له كل المقابر، وفي كل مقبرة تخرج هذه الحيات والأفاعي، حتى تعب الناس فألقوا به إلى داخل عمله، إلى داخل عمله، وهذا عمله الذي أراد الله تعالى أن يختم له بهذا العمل. إذن القبر هو عملك، صحيح عملك، ليه؟ لأنه يعبر لك عن مدى ثباتك في الإيمان وثباتك في العقيدة، ولن يستطيع العذاب أن يأتي إليك في قبرك. ليه؟ لأن العذاب بيأتي إلى الجوارح الغافلة عن ذكر الله، وأنت لم تغفل عن ذكر الله جل جلالك يا الله. يبقى كل عضو من الأعضاء كلما جاءه العذاب فإنه ينجو بأمر الله، لأن عمله كان صالحا، وبالتالي لا مجال لك أن تعذب في قبرك، لأن كل جزء هنا في البدن كان له طاعة فيستجير بالله: يا رب كنت أحمله إلى الصلاة، يا رب كنت أحمله إلى جلوس العلم ومدارس العلم، وهكذا. فإن المسلم يفلت من عذاب القبر لأنه كان يتعوذ من عذاب القبر، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: تعوذوا بالله تعالى من فتنة القبر، تعوذوا بالله تعالى من عذاب القبر، تعوذوا بالله تعالى من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. والحديث في الصحيح. وهل هناك فرق معشر السادة الكرام بين فتنة القبر وبين عذابه؟ نعم، فتنة القبر أي الضغطة والشدة التي يستقبل بها الميت عند دخوله القبر، ورؤية الملكين والسؤال الأسئلة وصوت الملكين وهيئة الملكين، وكل هذا جديد عليك، وكل هذا جديد عليك. هذه يا سادة يا كرام، يا كرام يا سادة، اسمها ايه؟ فتنة القبر. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر، الفتنة والعذاب. وبالتالي سلمكم الله تعالى، فلا بد أن تفرق بين فتنة القبر اللي هي مقدمات دخول القبر إلى وصول الملكين إلى جلوسك أمامهما إلى النهاية السعيدة لك إن شاء الله تعالى، إلى الروح والريحان، إلى الفرش من الجنة، إلى اتساع مد البصر، ماذا أقول،
إلى التكريم الذي كرمتك به الملائكة، إلى التثبيت الذي ثبتك الله به، كل هذا نجاه في نجاه في نجاه. أما الذين كتب الله عليهم العذاب فإن العذاب مرحلة بعد السؤال، ولا يبدأ القبر بعذاب، لا، إلا ما ذكرت إن في ناس فعلا كما رأينا بتخرج نار، والله نار نار من قبورهم لاستقبالهم، رأينا هذا. وهناك أناس ماتوا على الإسلام والصدق، فلما فتحت قبورهم والله يا أحبابي كأنها الجنة. وكنت أعرف امرأة وأنا صغير، سيدة عجوز، كنت أذهب كي أصلي الفجر وأنا صغير، وكنت أمر عليها في الشارع في صيف أو في شتاء، فإذا هي قائمة تسبح وتصنع الفول للناس الذي سيباع في الصباح، وهكذا عرف عنها أنها طوال الليل ذاكرة، وماتت على ذكر. فلما فتحوا قبرها فوجدوا ما لم يجدوه في حياتهم، وأغشي عليهم الناس اللي فتحوا القبر لدفن هذه الحجة الفاضلة رحمها الله، شموا وشاهدوا ما لم يشهدوه من قبل، فهذه آخرتها، هذه مقدمات النعيم. أما مقدمات العذاب فإنها تبدأ بضغطة القبر أو ضمة القبر التي حدثك عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني إيه؟ يعني زيارة المقابر. الآن اللي بيزور المقابر الآن ويتودد إلى أهله ويصل رحم أمواته، هذا باب من أبواب النجاة من فتنة القبر، لأن ذكر الموت كما قال ابن عباس وغيره رحمة، وزيارة المقابر رحمة كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فوجب علينا أو استحسن لنا زيارتها، ممتاز. الأمر الثاني معشر السادة الكرام، سلمكم الله وأحبكم وأعزكم وأزاقنا الله تعالى وإياكم حلاوة الفرج، أن زيارة القبور تذكرك بالآخرة. تم، أنت الآن في الآخرة، ما أنت الآن أصبحت نزيد الآخرة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ما تعوز أحد من فتنة القبر إلا نجاه الله، سبحان الله. سأعيدها على مسامعكم الطاهرة: ما تعوز أحد من فتنة القبر إلا نجاه الله نجاة عظيمة، لأنه يعيش الأمر بقلبه ويعيش الأمر بأعصابه، ويريد أن ينهي حياته التي عاشها بتوفيق من الله وبفضل من الله وبنصرة من الله وبتأييد من الله
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مشاهدي الكرام، سنبدأ إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة في بيان حالة الميت بعد أن يتركه الملكان ويبدأ رحلة النعيم أو رحلة العذاب، وكيف يكون حال الميت طوال هذه الفترة إلى أن تقوم الساعة. وهذه صلبة الدروس التي سأدخلها من الدرس القادم إن شاء الله، وهي تفاصيل الحياة البرزخية. اللهم برحمتك الواسعة ورضاك عمنا، اللهم اكفنا شر ما همنا وما أغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جميعا توفنا، وأنت راض عنا. اللهم ارض عنا يا الله، اللهم عفو عنا يا الله، اللهم سامحنا يا الله، اللهم أخرجنا منها مسلمين غير فاتنين ولا مفتونين، يا أكرم الأكرمين يا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.